جودة في ملاحظة لها علاقة مش بس بإيمان ربنا يرحمها ويغفر لها، إنما كمان بأي حد في الحالة المشابهة دي أو حتى أقل. فكرة لما حد زي كده يكون عايز يتداوى، يعني هي لما حصل لها الجلطة وهي سبب كتير من الكوارث اللي بعد كده، هي عاشت تقريبا 35 سنة من عمرها بوزن مفرط بس من غير الكومبليكيشنز اللي حصلت مؤخرا. لما حصل لها الجلطة كان عندها مشكلة إنه يبقى في مستشفى موجودة hospitalized، يعني ان هي يبقى في رعايه، ان يبقى في اوضه، الاماكن مش مجهزه لمثل هذه الحالات. يعني دي كمان حاجه فكره قاسيه. ما هو دي حضرتك حاجه جلوبال مع كل عيانين السمنة، حتى في الطيارات الكراسي مش على مقاسهم، حتى في كل حته الدنيا مش معموله لاستيعاب الاحكام دي. بس احنا حضرتك لما طلب منا احنا جهزنا مكان، يعني هي الفكره ان هي حاله اكسبشنال، بس لما بتحصل بنجهز لها المكان وبنعمله. احنا عندنا اشعات المقطعيه بتاخد لحد 150 كيلو، في اجهزه بتاخد لحد 200 لحد 250، ففي حاجات بنعمل لها اكسبشن، بس احنا مش محتاجين ان احنا نجهز اماكن اول ذا تايم عشان نسبه دي. يعني هي دي تعتبر نسبه ايه؟ 0.5% من اقل من 0.5% اللي هم السوبر موربيد اوبيسيتي ده اللي اكتر من 300 كيلو دول، ولا اقل من 0.5% كمان، بس لما بتحتاج بنجهز وبنعمل. انما فكره الحاله الطارئه دي حضرتك بتقول ان هي مش في متناول اي حد. ما هو حضرتك احنا مش يعني لو كان الموضوع كله ان انت 99.9% من الحالات اللي هيعملوا اشعه مقطعيه وزنهم اقل من 150 كيلو، فهم بيعملوا على 99.9%. الاكسبشنز بيتغير لهم القواعد وغير كده من ده كيس باي كيس.